أهلا بكم مرة أخرى. في ظل التوترات الأمريكية الروسية خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا، كشفت موسكو موعدا للمحادثات التي ستجمع بين رئيسي البلدين. الكرملين أشار إلى أن المحادثات المرتقب عقدها بين الرئيسين ستجرى عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل، ولم تحدد مدتها وستحدد مدتها بناء على اختيار الرئيسين. منذ تولي إدارة بايدن زمام الأمور في الولايات المتحدة، توترت العلاقات مع موسكو لدرجة استدعت التدخل بعقد لقاءات ثنائية بين رئيسي البلدين وإجراء مباحثات مشتركة حول القضايا الخلافية. في مايو المنصرم كان أول لقاء بين وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش مجلس المنطقة القطبية الشمالية، ودعا الجانبان إلى التعاون وإجراء حوار يقوم على الاحترام المتبادل. في يونيو عقدت جنيف قمة وصفت بالتاريخية، جمعت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، واتفق الزعيمان على بدء محادثات عن الحد من التسلح والأمن الإلكتروني. نهاية يوليو الماضي جرت في جنيف جولة مباحثات من الحوار الروسي الأمريكي بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وهي الأولى منذ أن اتفق الرئيسان على بدء حوار شامل حول هذا الموضوع. في سبتمبر استضافت فنلندا اجتماعا بين رئيسي الأركان العامة الروسي فاليري غرازموف والأمريكي مارك مالي، بحث خلاله تقليص خطر وقوع الحوادث بين عسكري دولتيهما. وفي نهاية سبتمبر جرت في مدينة جنيف جولة جديدة من المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن، وفيها اتفق الجانبان على بدء عمل اللجنة المشتركة الخاصة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. في منتصف أكتوبر الماضي جرت مباحثات أمريكية روسية بشأن الأمن السيبراني ومحاربة الجريمة الإلكترونية، وصفتها واشنطن بمباحثات صريحة ومهنية. وخلال نوفمبر الجاري أعلنت موسكو التحضير لمحادثات بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي في إشارة لعقد قمة ثنائية ثانية بين بايدن وبوتين لمتابعة اجتماعهما الأول في جنيف. عبر تطبيق زوم من ولاية جورجيا الأمريكية التحق بنا الدكتور إسحاق أندكيان الباحث الأكاديمي في جامعة كينسو، ومن موسكو السيد رونالد بيجاموف الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد إسحاق من واشنطن. في ظل التصعيد الروسي على حدود أوكرانيا اليوم، برأيك كيف سيكون شكل هذا اللقاء الذي سيجمع بوتين ببايدن، وبالنظر أيضا على اللقاء السابق الذي جمع الرئيسين؟ أعتقد أن بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. أعتقد أن هذه المرة يعني سيسود اللقاء جوا من التوتر نظرا للتطورات الأخيرة والمخيفة التي حدثت والتي تحدث فيما نتكلم اليوم على الحدود الروسية الأوكرانية من حشد لجيوش روسية. وقد تحدث يعني الطرفان الأمريكي والروسي بإجراء لقاء قمة بين الرئيسين، لكن لم يكونوا قد حددوا الوقت بعد. إنما هذه التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري على الحدود الروسية الأوكرانية قد سرعت ودفعت إلى الطرفين لأجل عقد هذا اللقاء من أجل نزع فتيل الحرب، إذا أمكن القول ذلك، لأننا على باب قوسين من حصول حرب في المنطقة بسبب تواجد عسكري كثيف للروس ما يزيد عن 80,000 عسكري، بالإضافة إلى معداتهم القتالية وبعض المجموعات التكتيكية والمدافع والدبابات وما إلى ذلك. فهذا تصعيد خطير استدعى طرفين لعقد لقاء بشكل أسرع من المتوقع. طيب سيد بيجاموف، يعني أسألك من موسكو، يعني بايدن سبق أن حذر روسيا من أي عمل عسكري ضد أوكرانيا، هذا التهديد الأمريكي لروسيا أين سيتواجد في هذه القمة؟ كيف سيكون شكله وتأثيره أيضا عليها؟ مساء الخير وأهلا بضيفكم الكريم وأيضا بالمشاهدين الأعزاء. بداية أود أن أقول أن ما نتعامل معه حاليا في هذه الأيام ليست إلى ضجة إعلامية أو فقاعة كبيرة،
التي ظهرت وتم ترويجها في وسائل الإعلام. عسكريا إذا نأخذ مثلا تقرير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عن شهر سبتمبر، قال أنه على حدود أوكرانيا مع روسيا هناك 51 مجموعة تكتيكية كتائبية روسية، و بعد شهر أو شهرين يعني في نهاية الشهر الماضي أصبحت هناك 40 مجموعة تكتيكية كتائبية روسية. يعني تعداد القوات الروسية يعني انخفض بمقدار 20%، ولكن الفقهاء الإعلامية الآن كثيرة. ثانيا، هناك عسكريا يعني تقريبا نصف الجيش الأوكراني، 150 ألف فرد وضابط الآن في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وهي منطقة جغرافية صغيرة مساحة. وهناك خرائط في بعض وسائل الإعلام يعني حول احتمال هجوم روسيا على 8 اتجاهات، وعلى 8 هذه الاتجاهات ما في هناك أي قوات أوكرانية. هذا يدل أن الأوكرانيين أنفسهم يعرفون بأنه روسيا لا تريد شن أي حرب أو أي عدوان على أوكرانيا، كما لم تفعل ذلك خلال السنوات السابقة الماضية منذ عام 2014. أما في نفس الوقت روسيا أمام الخيار الصعب في حال وجود أي استفزاز من قبل أوكرانيا في شرق أوكرانيا في إقليم دونباس الذي روسيا تعتبره أرضا أوكرانية. طيب يعني سيد إسحاق، يعني من هذا الحديث السيد بجاموف، يعني الولايات المتحدة كيف تتعامل مع هذه الرواية التي يقولها السيد بجاموف بأن روسيا لن تتدخل وليس من ضمن أيضا حلولها لو على المدى المتوسط أو القريب؟ هل الولايات المتحدة تصدق ذلك وتتجاوزه؟ طبعا يعني هذا تحليل وهذا يعني هذه هي وجهة نظر روسية، إنما هناك وقائع أخرى تدحض ما تفضل به ضيفك الكريم، وذلك يعني يرتبط بصور للأقمار الصناعية التي نشرتها الواشنطن بوست البارحة، تقرير استخباراتي أمريكي تظهر التواجد العسكري الروسي الكثيف على الحدود الأوكرانية. هذا بالإضافة إلى يعني تفصيل دقيق في هذا التقرير حول ماهية العتاد العسكري الموجود على طول الحدود. وطبعا يعني اذا كان يعني فهذا يعني ما يتكلم به ضيفك هو تبسيط للامور وربما يعني بروباغندا اكثر مما هي وقائع. هناك ايضا يعني شيطنه من قبل وسائل الاعلام الروسيه للقاده السياسيين الاوكرانيين، لا سيما باتجاه يعني القول انهم قد نصبوا من قبل الغرب وهم يتصرفون ضد مصالح روسيه. طيب واضح سيد اسحاق وجهه نظرك ان كل هذه الشيطنه تسبق مرحله التعدي واظهار العنف. واضح وجهه نظرك سيد بجاموف، يعني كما يقول الدكتور اسحاق انتم تبسطون الامور وربما يكون هذا الكلام ليس واقعي 100% بالنظر لصور الاقمار الصناعيه التي تحدث عنها. بداية أود أن أقول أن الجيوش الروسية في أراضيها، هذه النمرة الأولى، ولا أريد أن أكرر ما قلته. نعم. ثانيا، أعتقد فيما يتعلق اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء، أعتقد أن روسيا وأمريكا لديهما أرضية مشتركة. واشنطن وموسكو تطلبان من السلطة في كييف، من الحكومة الأوكرانية، تنفيذ اتفاقيات مينسك. مطلوب تنفيذ هذه الاتفاقيات. وأيضا مطلوب تطبيق الإصلاحات في أوكرانيا وأشياء أخرى. ولكن عندما الناس يفكرون الدخول إلى الناتو وانضمام إلى الناتو، لا، موسكو تريد الآن أن تستلم الضمانات الكتابية من الجانب الأمريكي ومن جانب الغرب. واضح. بحيث لا يكون هناك توسع حلف الناتو إلا الشرق، لن تكون التعهدات الشفاهية مثل ما حدث. واضح سيد بجموف. أيام الزعيم السوفيتي غورباتشوف. طيب الدكتور إسحاق، فيما يخص هذا الملف المتوتر جداً،
ما الذي من الممكن أيضا أن يكون له مساحة في هذا اللقاء، واللقاء الذي من المفترض أن تناقش فيه ملفات عدة تهم العالم بأسره؟ طبعا يعني مسألة أوكرانيا ستطغى على أي شيء آخر في هذه المرحلة من اللقاء. يعني في اللقاء السابق تطرق الطرفان لعدة أمور بما فيها الأمن السيبراني ومسألة الدور الروسية في القوقاز وفي أوكرانيا وإلى ما هنالك، لكن هذه المرة أعتقد أن يعني معظم الوقت سوف ينصب على الحديث عن مسألة أوكرانيا وروسيا لنزع فتيل حرب مقبلة لا سمح الله إن حصلت. لكن بالعودة إلى ما تفضل به ضيفك بالنسبة للناتو، يعني روسيا لديها توجس وقلق وكبوس من احتمال دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو، ولكن هذا الأمر ليس بجديد، لأن رحلة أوكرانيا مع الناتو هي رحلة قديمة بدأت في العام 1997. و يعني طبعا هذا القرار يعود إلى أعضاء الناتو، وهو قرار سياسي بامتياز، حيث كان السؤال الذي يسيطر ويطغى على ذهنية وعقلية أصحاب القرار في الناتو هو: في حال انضمت أوكرانيا إلى الناتو اليوم، هل ممكن لهذا الأمر أن يغضب روسيا وبالتالي تجتاح أوكرانيا؟ إنما هذا السؤال قد تغير اليوم بالنسبة للتصعيد الذي نشهده، فأصبح السؤال: في حال انضمت الناتو إلى ضمت أوكرانيا إلى الناتو، هل ستكون الناتو إلى جانب أوكرانيا وتدافع عنها؟ وفي حال طيب دكتور، هذا التساؤل الجديد الذي طرأ في هذه الأيام، اسمح لي أن أخذ منك وأحوله للسيد بيجاموف. ما الخطوات التي تملكها موسكو في حال بالفعل انضمت أوكرانيا للحلف؟ مع كل الاحترام من السابق لأوانها، اليوم نتحدث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لأن أوكرانيا حتى الآن لا تلبي للشروط المطلوبة لانضمام إلى الناتو وكذلك لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. طيب. وطبعا هو الحق السيادي من أي دولة. ألا تتوقع سيد بيجاموف، اسمح لي، ألا تتوقع بأن الشواغل ما يحدث اليوم على حدود أوكرانيا قد يسرع أو يساهم لانضمام أوكرانيا للحلف، حتى يكون هناك جبهة موحدة تتصدى لما تقوله الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالتواجد المكثف على الحدود الأوكرانية من قبل روسيا؟ حقيقة أنا أخشى شيئا وحيدا فقط، أعرف أن الحكومة الأوكرانية لم تنجز بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في البلاد، لم تنجز في التغلب على الفساد وأشياء أخرى، ولكن نجحت في ترويج الروسوفوبيا، رهاب الروس. وأنا أخاف جدا ولدي القلق بأنه يكون هناك أي استفزاز في منطقة الدونباس، وستكون موسكو أمام الخيار الصعب، إما يعني عدم التدخل في أوكرانيا وبالتالي عدم احترام نفسها، وسيكون هناك تدفق من اللاجئين في اتجاه روسيا، إما القيام بإجبار أوكرانيا على السلام. وأعتقد روسيا ستتخذ قرارا، نحن لا نريد حرب، خاصة أنه الحديث يدور أن الشعب السلافي الشقيق، نحن الشقاء الروس والأوكرانيين. من موسكو السيد رونالد بيجاموف الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. أيضا من جورجيا، ولاية جورجيا الأمريكية، الدكتور إسحاق أنديكيان الباحث والأكاديمي في جامعة كينسون، شكرا جزيلا لك.